انطلاقة قوية وموفقة لفعاليات منتدى تواصل الأجيال بوهران. مسؤولون وأكاديميون فاعلون وناشطون من المجتمع المدني ومؤثرون عرب لبوا دعوة الجزائر لمناقشة واقع وآفاق العمل العربي المشترك تمهيداً للقمة العربية. أول مرة يعقد على مستوى مؤسسات المجتمع المدني بصورة عامة، ثانياً أنه يعني متسق مع مؤتمر القمة العربي الذي ستحتضنه الجزائر في 1 و2 نوفمبر. طبعاً الجزائر بدعوتها إلى أن عقد القمة تحاول قدر ما تستطيع لم الشمل العربي، وهذا يدل على أن الجزائر هي لامة الدول العربية، واهتمامها واهتمام شعبها باللحمة العربية هذه أكبر دليل. المشاركون في اليوم الأول من عمر المنتدى المنظم من طرف المرصد الوطني للمجتمع المدني أجمعوا على ضرورة الوقوف عند أهم التحديات والأسباب التي ما زالت تكبل وتعطل العمل العربي المشترك منذ نشأة الجامعة العربية. في مرحلة مهمة وكثيرة من التحديات التي تواجهنا اليوم بحاجة إلى أن نلتقي إلى أن نتحدث فيما بيننا. نحن اليوم بحاجة إلى أن نحفز مسار العمل العربي المشترك. البوصلة التي تتوجه إلى توحيد الجهود في العالم العربي ولا سيما ضمن التحديات التي يواجهها العالم بشكل عام اليوم، أعتقد أننا إذا انتهزنا الفرصة جيدا كمجتمع مدني في العالم العربي يمكن أن نقوم بخطوات واضحة باتجاه نهضة عربية. المنتدى الذي عرف مشاركة 120 شخصية عربية من 19 دولة عربية سيستمر على مدار 6 أيام في تشريح الوضع العربي بالتوقف عند أهم القضايا الأساسية ذات الاهتمام المشترك، وسيناقش السبل الممكنة لتفعيل وترقية العمل العربي المشترك بإشراك النخب والمجتمع المدني.